بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. في البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وادارته واداره قناه الاهلي امبارح بالامس حصول قناه الاهلي على جائزه الافضل في مهرجان الفضائيات العربيه، وده دايما عهد النادي الاهلي، تاريخ، مبادئ، تطوير. ما شاء الله بنشوف تطوير كبير في النادي الاهلي سواء في الانشاءات او على مستوى الفرق الرياضيه، واخر التطوير قناه النادي الاهلي. ما شاء الله بنشوف قناه الاهلي في ثوبها الجديد برامج بتعجب كل جمهور النادي الاهلي، وهو ده دايما عهد النادي الاهلي، التطوير دايما في كل برامج النادي الاهلي. فزي ما احنا شايفين الاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف هو بيستلم الجائزه امبارح، فده تتويج لكل العاملين وكل المذيعين وكل الناس اللي موجوده في قناة النادي الأهلي. شغل طبعا كبير ومجهود كبير، ودايما النادي الأهلي هو بيكون الأفضل.